تريد التقرب إلى الله، تقرب إلى الحسين، تقرب إلى الحسين، تقرب إلى الله. يعني حينما كان يقول الإمام الحسين هل من ناصر ينصر، أنا أريد أن أنصره. أنصره بماذا؟ بحسن أخلاقي في عائلتي، بإقامة صلاتي في وقتها، بتعاوني مع الآخرين، بتضحيتي في سبيل القيم والمثل. حينما تنعكس أخلاق الإمام الحسين على قلوبنا، أو حينما نمد جسرا بين قلوبنا وقلب الحسين، نكون على الطريق الصحيح. بعبارة أخرى أقول لك رسالة للحسين أيها الزائر، أنت جاي تبلغ رسالة، تقول أبا عبد الله سبع مرات وقفت حينما أصبحت وحيدا وقلت هل من ناصر أن ينصرني، لبيك يا حسين. إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك سمعي وبصري وقلبي. يا أبا عبد الله رسالتي أنا مستعد للتضحية في سبيلك. بس الحسين ما عنده رسالة لك، أنه حينما تعود تعود وأنت مختلف، إيمانك ازداد، شجاعتك ازدادت، أخلاقك، تواضعك، عطائك. خلي يوم اللي ترجع تكون نموذج ولو مصغر عن الحسين. هاي رسالة الحسين إليك، فأنت عندك رسالة إليك، هو عنده رسالة إليك. ترجع أكثر عطاء، ترجع أكثر تعاونا، ترجع أكثر إنسانية، ترجع وأنت تفكر في عباد الله على وجه الكرة الأرضية، مو مصالحك الشخصية وعائلتك وعشيرتك وقبيلتك وطائفتك، لا الكل.